صار هلا وقت هيك احكي لكم شوي عن موضوعنا لليوم عشان ناخذ هيك نطلع الحكيم اللي جواتكم. مقوله تألمت فتعلمت فتغيرت، كثير منها بيكتبوها زي ستيتس على السوشيال ميديا، وكثير منا بيرددها، وفي كثير منا كمان اخذها زي منهج بحياته. ولو بتفكروا فيها صراحه بعمق، خلينا نحكي، بتلاقوا انه فعلا باي شيء بحياتنا ممكن انه احنا نختبر شغله معينه، نتوجع منها، بعدين نتعلم منها، بعدين بناء عليها احنا نغير تصرفاتنا او نظرتنا بهذا الموضوع. يعني حتى على مستوى ولد صغير مثلا بتقولوا له لا هذه الصوبة بتحرق مثلا، مرات ما بهيك طبيعة البني آدم بروح إلا يحط إيده هناك يتألم، بعدين بتعلم أنها بتنحرق، بعدين بتغير وبطل أكيد يقرب على الصوبة. بس أنا يا جماعة بدنا نحط الدراما على جنب من هاي المقولة، وبدياكم تطلعوا الحكيم اللي جواتكم. بدي يا جماعة تعطوني على نفس نمط تألمت فتعلمت فتغيرت حكمة أنتوا هيك طلعوها من الكرياتيفيتي والإبداعات تبعتكم. مثلا أنا تحمست حكيت بسرعة فتلعتمت، يلا فرجوني إبداعاتكم، يلا على 0788-95-3-95-3 بستقبل كل اتصالاتكم وواتساباتكم. يلا هي بلش المشاركات. مرح زكريا عم تحكي جعت فأكلت فسطلت فنمت. إسلامة تحياتي لإلك، يا ريت تبعت لنا اسمك الثلاثي. عم بحكي الضربة اللي ما بتقتلك بتقويك. هي عبود بعت أمنت وانغدرت وروحت. وكمان أسامة حسين عم بحكي درست واجتهدت فنجحت. وكمان مين هون بعتنا؟ محمد الأشقر بحكي تابعت فشاركت فربحت الكوبون. فاء الفخوري عم تحكي اشتغلت فعملت فتعبت فنمت. خليل عم بحكي صفعت فاستيقظت صفعت فاستيقظت ففهمت فقررت. أحمد أبو محيسن عم بحكي شاركت فتألمت فربحت برجر ميكرز. عبد العزيز عايش هيك طلع بحكمة صراحة كتير حلوة، بحكي دفعت ثم دفعت ثم طفرت، كلنا طفرانين والله. سيرين النماز نبطتني ضحك، اسمع شو بتحكي، تزوجت فخلفت فانهبلت. أبو عبد الله عم بحكي إيش اللي عم بحكي، أعجبت فأحببت فأدمنت. الله على الحب الله. إيمان غزاوي تحياتي لإلك، عم تحكي تعلمت توجعت تعلمت تعبت فتوجعت فتعلمت. يعني انت قلبتيها من فصحى لعاميه، بس يلا مقبوله منك ايمانو. روز بتحكي تقهويت فكثرت فبحلقت فسهرت. مرح محمد عم تحكي قمت فلبست فطلعت. برافو عليكي، مش قعدتي بالبيت خلصت فتوجعت فتعلمت. هاي غدير جاموس. اما مهديه عم تحكي تبعت مزاج فشاركت فما ربحت. يلا ان شاء الله بتربحي معنا اليوم مادية. دلال الخطيب عم تحكي قررت فهجرت فتغربت فاستوحشت. ولاء خليل عم تحكي جعت فطبخت ومنسفت واكلت واستشهدت. هذا حكيم عم تحكي جعت فاكلت فتخنت. علاء محمد عم تحكي سهرت فتاخرت فعطلت وما دومت. برافو برضو. مريم بتحكي تكورنت فتعقمت فتكممت فانخنقت. هي عسيت السهر. أمولة عم تحكي سهرت فسطلت فنمت برضو. كل مكان كل مكان معي أنا مع رند العلامي بس خلاص.